طيب انتوا فقدتوا الاخوين يحيى الدرع وسيف الدرع، هتعملوا ايه السنه الجايه في منافستكم مع الاهلي اللي بيسعى جاهدا للتطوير والتدعيم قبل بدايه الموسم؟ بص طبعا انت فقدت عنصر مهمين، ويحيى طبعا بقى 4 سنين، يعني سيف ده لعب سنه، يحيى بقى 4 سنين في نادي الزمالك، فاكيد طبعا عنصر مهم جدا. هنعمل ايه دي انا ما اعرفش، بس اكيد هيبقى في تدعيمات بناس برضو تعرف تشيل الفرقه. انت كده كده عندك فرقتك فيها عناصر خبره كتير وفي لعيبه مميزه كتير، فاكيد رحيل يحيى طبعا اكيد ممكن ياثر شويه، بس انت عندك برضو ناس كخبرات، عندك احمد الاحمر، عندك كريم هنداوي، عندك رمضان، عندك بقى عناصر لوكا مودي، يعني الناس دي كلها مش عايز انسى حد، كلها عناصر خبره ولاعيبه كويسه جدا، عندك حسن قداح، فكل الناس دي كلها بكروا واكرم يعني فاهم دي يعني انت عندك بص ما بقول لك انت عندك يعني لعيبه منتخب مصر تقريبا، يعني دول منتخب مصر مع الناس المحترفه مع عناصر من الاهلي، فانت الطبيعي اكيد هيحصل تدعيم، بس ان شاء الله ما يحصلش اي تقصير او رحيل كمان يحيى ما ياثرش على الفرقه، وان شاء الله نفضل محافظين على مستوانا. حميد في فتره من الفترات كان بيتقال ان الزمالك في القدم بينزل قصاد الاهلي خسران نفسيا، هل ده بينطبق احيانا على فريق اليد في الاهلي قدام الزمالك؟ لا يعني انا مش شايف صراحه الموضوع ده، انا شايف ان هي ممكن زي ما فلفل قال، هو يعتبر يعني فرقه الزمالك مكونه من منتخب مصر، يعني انت هتيجي تبص فعلا لكل المراكز هتلاقي دي الناس بتعرف المنتخب وخبرات كبيره واسامي كبيره، ممكن فريق الاهلي لسه بيتكون فعلا، دي مش كلام، يعني لو انت بصيت على معدل الاعمار هتلاقينا كلنا صغيرين، زي ما انت شايف احنا ممكن تكون هم كفتهم اكبر، بس على الاقل انت على الاقل كل سنه بتعرف تاخد بطوله، ممكن تاخد بطولتين، يعني انا مش شايف ان هي موضوع ممكن الاهلي في الكوره الزمالك، يعني فعلا الاهلي كفته عاليه قوي ان هو ممكن زي ما يكسبش خالص اساسا، او يعني الاهلي يطلع بموسم واخد كل البطولات او كده، بس انا شايف في الهاندبول فعلا زي ما بقول لك ان هي يعني فكره توقيت او يعني عناصر، لان هم فعلا عناصر خبره كتير، وكل مركز يعني جم يعني كل مركز فيه 2 كويسين وكبار وخبره، فشايف ان شاء الله يعني ممكن السنه الجايه والسنين الجايه كلها يكون الموضوع متوازن اكتر. يا عم مفيش اكتساح ولا حاجه، دي اكتساح في الكوره قوي كده، مش لا مش قصدي، انا قصدي ان هو كان في فتره من الفترات ماشي، بس حاليا بقت كل الالعاب بتساوي، الزمالك واخد دوري سنه، بس انا اتكلم ان هو بيتكلم على فكره ان الاهلي لما كان بيكسب على طول زمان، مش عارف في اكتساح لحد على التاني دلوقتي، يعني ده بيكسب عادي، يعني الراحه جايه يعني. فلفل بقى، حاسك بتحب اليد مش مجرد بتلعب يد، تمام، بتهتم بالتفاصيل، يعني مثلا قصه ان انت في ماتش سيدني في كاس العالم كنت قاعد بتدرس الماتش قبلها، لا يعني في مش اي حد بيعمل الحاجه زي دي، فانا عايز اعرف انت الاول ليه اخترت تلعب يد غير باقي الالعاب؟ يعني لا بص انا ما اخترتش، يعني انا ما كنتش عارف اليد دي، انا اللعبه الوحيده اللي جربتها قبل اليد كانت الكاراتيه، ورحت دخلت اللعبه مدرب عاقبني وانا داخل ما اعرفش ليه، وانا ما اعرفش حاجه والله عن اللعبه، يعني لقيته بيقول لي انت متعاقب، خلصت تمرينته مش جاي تاني. دخلت اليد عن طريق الصدفه في نادي الطيران، برده كنت بلعب مع صحابي وبتاع في الفرقه، فالكابتن قال لي انا عايز اقف جون، قلت له انا مش قادر اجري، يعني كنت تخين شويه مش قادر اجري فعلا، ده بجد والله مش هو سالنا، قلت له انا، قال لي روح اقف في الحته اللي هناك دي، رحت وقفت هناك وخلاص، بس من ساعتها بقى فاهم ما لعبتش اي، يعني انت ممكن تلاقي معظم الناس لعبت لعيبه كده حول جون، انا ما لحقتش، هو تاني تمرينه رحت رايح على الجون على طول. بالنسبه لموضوع الدراسه ده كل جون بتعمل كده، يعني هتلاقي حميد اكيد بيتفرج على الفرقه اللي هيلاعبها بيديها اهتمام، خصوصا لو انت عارف انك هتبدا الماتش، يعني خصوصا لو انت عارف هتبدا الماتش، بس مش يعني مثلا ماتش سيدني قصدي مش بالفريق القوي اللي هو يخليك يشغل بالك قوي، مثلا يعني مش بتلعب الاهلي مش بتلعب برشلونه، بص احنا كمركز واكيد حماد عارف كده برضو، في الاخر انت اللي بتتبروز قدام الناس طبعا، صح من الاخر هتلاعب، بص لو فرقه ما بتعرفش تباصي بس انت في الاخر ماتش مذاع وماتش متشاف، فالناس مش هتبص ان الدفاع مش عاوز يدافع او اللعيب مستسهل الماتش، هو هيبص ان الجون بيدخل فيه جون قد ايه. فهي دي الفكره، يعني انا ما ينفعش انزل ماتش حتى لو كان ضعيف تمام ان انا استهتر بيه، لان اي استهتار انا ممكن يدخل فيها جون قد كده. كبيره كان كاس عالم، كاس عالم ليه؟ الناس شايفه الموضوع، في ناس بتتفرج، فانا حتى لو فريق حاسس ان انا مش احسن، يعني مش احسن حاجه في الهاندبول، بس لازم اديله اهتمام، لان انا في الاخر زي ما قلت لك انا المسؤول الاول والاخير عن منظري قدام الناس كلها، فهو ده اللي بيحصل، يعني حتى اعتقد كمان حماد يعمل كده، اي جون بيعمل كده، يعني هو ممكن اصلا ايجنتس او ناس اعلى يقيموا على اساس ماتش زي ده، مش ماتش تاني مهم بقوه الماتش او كده.
انا سالت السؤال ده الفلفل عشان اسال امهد لسؤال ليك بقى. انت خلاص عرفنا ان انت ما كنت دخلت كره اليد بالصدفه وان انت اساسا بتحب الكوره في الاساس يعني. هل بقى لسه لغايه دلوقتي اليد بالنسبه لك مجرد لعبه بتلعبها ولا تحول اهتمامك من القدم بشكل كامل لليد وخلاص بقيت بتتابع كل ماتشاتها بقى عالميا وكده؟ لا طبعا انا كنت قلت قبل كده ان انا يعني من ساعه ما ابتديت اهتم او خدت الموضوع احترافي يعني من ساعه ما جمعنا في منتخب جيلي الهاند بول اتحولت بالنسبه لي طبعا اصلا بقت يعتبر كل حاجه بالنسبه لي يعني. انا ممكن يعني الوقت اللي انا فاضي فيه اتفرج على ماتش في اوروبا ماتش الجون بحب اتفرج عليه حاجات كده بس. فالهاند بول بالنسبه لي دلوقتي هي اهتمامي كله طبعا. اول لما لعبت يد كنت بتصد بتكنيك حراس القدم قعدت فترة على ما تعودت ان انت ازاي تصد زي اليد. هل بقى ده خلاص انت دلوقتي ماشي بتصد زي اليد بس هل خلفيتك الكروية دي بتساعدك احيانا في اللعبة؟ هفهمك قصدي ايه يعني. مثلا في القدم لو حارس لو مهاجم اصله حارس مرمى بجيد في الالعاب الهوائية لو مهاجم او مدافع اصله مهاجم بيعرف يتوقع تحركات المهاجمين فهل انت في اليد ممكن خلفيتك الكروية دي تدي لك افضلية عن منافسينك ولا ملهاش علاقة خالص؟ لا هي ممكن في ستايل اصلا يعني فلفل ممكن برضو يفيدك أيوة أيوة بس بس يعني أنا ممكن صد مثلا او حاجه كره يعني انا مش محتاج في ماتش السوبر مثلا صد كره زي جول الكوره يعني الكوره كانت ثباته تقريبا صح تقريبا هتحسن ما لقيت كده ايوه لقيته راح طار زي جول الكوره اللي هو صدها يعني رجلي الاثنين في حته وايده فاهم يعني هي ممكن اللي هو كره مثلا سريعه ومحتاجه ريفلكس او انا مش هلحق اروح لها بجسمي او ان انا فتروح بايدك فممكن مره لو انا واثق ان انا اعرف اشيلها ممكن فعلا اطير او يعني اللي هو انت بتعمل اي حاجه عشان تصد الكوره في لحظه فلفل مفيش في اليد حارس اول وتاني بس كنت واحد من نجوم امم افريقيا في مصر 2016 بعد كده بعدت شويه عن المنتخب ما كنتش موجود في امم افريقيا 2020 ولا الاولمبيات ولا كاس العالم. ايه اللي حصل وبعدك عن المنتخب خلال الفتره دي؟ بص انا اخر حاجه لعبها مع منتخب اولمبيات ريو تمام 2016 انا بعد كده ما اعرفش والله اللي حصل. انا شخصيا يعني كنت ماشي كويس حتى في افريقيا ولعبت كويس جدا في الاولمبيات بعدها طلعت ليه بقى انا مش عايز اتكلم في الموضوع ده يعني عشان كان في حسابات تانية خالص مع اللي كان ماسك يعني وقتها يعني بس مش عايز اتكلم في القصه دي خلاص. هو ده السر اللي وبعد كده دخلت تاني مع ديفيد تقريبا اتجمعت وراجل كان يعني بيقول لي انت كويس وبتاع خرجت برضو بطريقه كده يعني ما علينا يعني. ومن ساعتها بقى فاهم انا مركز مع الزمالك وبعمل عليها مع الزمالك يعني ما بحيث ان انا مهم ان انا يعني وقت ما انزل في اي وقت بقى في وقت صعب وقت سهل اعمل اللي عليا وخلاص يعني ده الهدف بتاعي. ودايما يعني تلاقيني في الزمالك شويه بنزل في اوقات بتبقى حاسمه صعبه شويه يعني سواء مع محمد او مع كريم لو هم موافقين خلاص بيكمل هو الماتش. حصل مثلا شويه هبوط شويه تعب عاوز يبدل عاوز ياخد نفسه فخلاص ببقى مركز يعني ممكن انزل في الوقت ده وبعمل اللي عليا خلاص. هل لسه منتخب مصر في حساباتك ان انت عايز تخش ولا خلاص بقى انت قفلت ومركز مع الزمالك اكتر؟ انا مركز مع الزمالك لحد ما بقى يعني لو في جديد ماشي بس انا يعني بص انا مش بلعب عشان ادخل منتخب انا بلعب عشان ابقى كويس واعمل اللي عليا والفرقه تكسب وبعد كده المنتخب ده حاجه اختار مدرب هو لو عاوز فلفل عاوز حميد عاوز كريم عاوز عصام عاوز محمد عاوز هادي ايا كان الجون يعني اللي هو عاوزه هو حر شايف يناسبه شايف يعرف يديله الافضليه يختار اللي هو عاوزه بس. فلفل هتجدد مع الزمالك ولا عندك تجربه جديده عايز تاخدها بره او جوه؟ لا لا ان شاء الله مع الزمالك ان شاء الله اكيد 100% ان شاء الله يعني.